مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تصريحات وزير الخارجية السعودية الأخيرة وأثرها على الأزمة اليمنية. وزير الخارجية السعودي ظهر أخيرا في تصريحات جديدة أثارت لغطا في الأوساط اليمنية وأثارت الكثير من التساؤلات عن مصير الأزمة اليمنية بعد عام من الحرب. تحدث الجبير عن أن أولويات السعودية في هذه المرحلة ترتكز على ملاحقة تنظيم القاعدة ومحاربة تنظيم الدولة، وأن الحرب على جماعة الحوثي لم تعد ذات أولوية في الوقت الحالي، وأنه بالإمكان التفاوض معهم. وبينما يرى البعض من المراقبين أن هذه التصريحات تعكس حالة من التغير في استراتيجية السعودية في اليمن بعد عام من قيادتها لحرب ضد ميليشيا الحوثي، يرى البعض الآخر أنها ليست أكثر من محاولة لتخفيف الضغوطات الدولية على المملكة نتيجة لموقفها الداعم للشرعية في اليمن وحربها هناك، وأنه لا يمكن للسعودية أن تتوقف في منتصف معركة مصيرية تمس أمنها القومي وذات علاقة مباشرة بمعركتها مع إيران منافسها الإقليمي التي تخوض معها مواجهة كبرى في أكثر من ساحة. تصريحات الجبير وأثرها على مسار الأزمة اليمنية ستكون محور نقاشنا لهذا المساء. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. بعد عام من الحرب ظهر وزير الخارجية السعودي متحدثا بنبرة جديدة عن العلاقة بين دولته وبين ميليشيا الحوثي، فيما اعتبره البعض انقلابا في رؤية المملكة للأزمة اليمنية. الجبير في تصريحات لصحيفة لوفيغارو الفرنسية تحدث عن تغيير في أولويات السعودية في اليمن بعد عام من حربها على ميليشيا الحوثي، قائلا أن الأولوية الآن لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش. وبحسب تصريحات الجبير والتي كررها على صفحته الشخصية في تويتر، فإن تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية هما تنظيمان إرهابيان، أما الحوثيون فهم جيران المملكة ويمكن التفاوض معهم حسب قوله. تصريحات الجبير والتي أثارت لغطا في الأوساط اليمنية لم تكن مفاجئة، بل كانت مقدماتها واضحة خلال الشهرين الماضيين، والتي شهدت لقاءات عدة بين وفود من ميليشيا الحوثي ومسؤولين سعوديين أثمرت تهدئة على الحدود وتغيرا مهما في نبرة خطاب الميليشيا تجاه السعودية، من قائد لما تسميه العدوان إلى جارة اليمنيين حسب تصريحات المتحدث باسم الميليشيا في أكثر من مرة. على الجانب السعودي بدا ان الحرب قد انتهت منذ اشهر مع ضمان امن الحدود وتدمير السلاح الاستراتيجي الذي نهبته الميليشيا من معسكرات الجيش اليمني، وهددت به ذات يوم العمق السعودي. وبقي ان تصل الازمه اليمنيه الى حل سياسي يضمن ان تبقى اليمن ساحه للنفوذ السعودي. وفيما يرى البعض ان هذه التصريحات ليست اكثر من لغات دبلوماسيه تحاول من خلالها السعودية تخفيف الضغوط الدولية عليها بسبب قيادتها للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، يرى آخرون أن هذه التصريحات هي من سيشكل مسار الأزمة اليمنية خلال الفترة الراهنة. وفي كل الأحوال فإن هذه التصريحات لا تخلو من إشارة إلى شكل المستقبل الذي تمضي إليه اليمن والإقليم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ حلقتي مع ضيفي من صنعاء أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي. دكتور مساء الخير. أسعد الله مساءكم. أهلا بك دكتور معنا. بداية دكتور، إذا يعني وقفنا على تصريحات الجبير الأخيرة فيما يخص بأن المملكة العربية السعودية الآن أولوية بالنسبة لها هي محاربة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، وأن الحوثيين هو جزء من النسيج الاجتماعي في اليمن، في أي سياق تقرأ هذه التصريحات؟ شكرا جزيلا. ربما التصريحات الأخيرة التي صدرت عن وزير الخارجية عادل جبير نمكن أن نقرأها في ثلاث مسارات. المسار الأول أنه أصبح لسياسة الخارجية السعودية أكثر مؤسسية عما كانت في السابق، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، السعودية ربما في تصريحات الجبير تتناغم مع السلوكيات السعودية الأخيرة من تشكيل تنظيم أو من تشكيل تجمع أو تحالف أشبه بالتحالف العالمي وهو التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ومن ثم ينتصب هذه التصريحات في اتجاه هذا المسعى الذي سعت من أجله المملكة العربية السعودية كثيرا. الأمر الثالث وبكل تأكيد، المملكة العربية السعودية تدرك الرؤية العالمية لما يدور داخل اليمن، وتدرك ما هي المواقف المختلفة تجاه جماعة الحوثي، وخاصة أن هذه الجماعة لم تدرك
إلى الآن في قوائم الإرهاب، وهي تدرك أن كل الأطراف الدولية ما زالت لها تواصلات سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الطرف الحوثي، ومن ثم هي لن تضع نفسها في إحراج أو في مواجهة مع كل هذا العالم وتشذ عن هذا العالم، ومن ثم هي تساير هذه التصريحات أو مع هذه التوجهات العالمية، وخاصة أنه قد كان هناك استجابات لكل المطالب السعودية ولكل الشروط السعودية التي فرضتها على الحوثيين، وهو كان لابد أيضا من خطوة إيجابية تجاه السعوديين تترجم هذه التنازلات الكثيرة والاشتراطات الكثيرة التي قبل بها الحوثيين وكان في السابق يرفضها تماما، والآن ربما أقبل على تقديمها. نعم، ما هي نعم دكتور ما هي يعني هذه التي مثلت لها وتنازلت عنها ميليشيا الحوثي بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟ نحن نعرف أنه في البدء عند قيام قوة تحالف بضرب هذه الجماعات في اليمن، كانت المملكة العربية السعودية قد طلبت من كل الأطراف الحضور إلى الرياض لعملية التفاوض، وهذا الأمر رفض من قبل الجماعة الحوثية، بل اعتبرت أن المملكة العربية السعودية هي دولة العدو رقم واحد، ومن ثم رفضت الاستجابة. اليوم الحوثيين يسعون بشتى الطرق إلى فتح هذه العلاقات. الأمر الآخر، السعوديين الحوثيين تعلموا كثيرا من هذه الحرب وأدركوا أن السعودية لاعب كبير ومهم، وخاصة في الجانب الاقتصادي. الأمر الآخر، السعوديين أيضا والحوثيين وافقوا على وقف إطلاق النار وعدم مهاجمة السعودية لعدم قدرتهم حتى على اختراق الأراضي السعودية. الأمر الآخر أيضا، اعترفوا فيهم كفاعل أساسي وكبير له دور في الحياة السياسية اليمنية بعد أن كان يرفض تماما مثل هذا الدور أو حتى الحديث عنه. هذه ربما هي أبرز المحطات التي ظهرت في خطابة الحوثي بالفترة الأخيرة، وهو ربما وصل كبير. نعم، لكن دكتور نعم دكتور اسمح لي، لكن يعني السعودية عندما قادت هذه الحرب وتحالف عربي كان الهدف الأساسي والرئيسي لهذا الحرب إعادة الشرعية في اليمن، وحتى اللحظة الشرعية لا زالت يعني كما تعلم الميليشيا تسيطر على العاصمة صنعاء، ولم تعود الشرعية ولم يعني يتغير من الأمر شيء. صحيح أن هناك تحررت بعض المناطق بعض المحافظات الجنوبية، لكن مركز الدولة لا زال بيد ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. نعم، السعودية ربما هي ما زالت مصرة على هذا الأمر. نحن لو تابعنا التصريحات السعودية الأخيرة ربما هناك أيضا تغير في لهجة الخطاب. اليوم السعودية أو التحالف يضع نفسه تحت خدمة الشرعية اليمنية، هذا ربما التصريحات أو اللهجة الجديدة في الإعلام لدول التحالف الخليجي ربما مثل نقلة نوعية على أنه كل ما تقوم به دول التحالف هو بناء على طلب الشرعية. مثل هذه الأمور أنا في اعتقادي سنصل في نهاية الأمر إلى عودة هذه الشرعية، لكن المخرجات أو المقدمات لعودة مثل هذه الشرعية أنا في اعتقادي مؤتمر الكويت قد يحدد بعض أو أهم هذه المخرجات أو المقدمات التي قد تعود أو التي قد تسهل أو تعجل بعودة الشرعية إلى اليمن. نعم، لكن ما هي هذه المخرجات النهية لا نستطيع أن نتكهن بها خلال نعم هذه الفترة. نعم دكتور نبيل تكرم بالبقاء معي، نشرك معنا في الحديث من القاهرة المحللة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء مساء الخير. مساء النور، اهلا بك معنا. استاذة ميساء، من وجهة نظرك انت كيف تقرأين تصريحات الجبير الأخيرة فيما يخص الشأن اليمني، وان الأولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية الآن هي حربها ضد القاعدة وضد تنظيم الدولة؟ طبيعي انها هي الطرف يعني الدول تحب تتعامل مع الطرف الأكثر تنظيم والأكثر قدرة. السعودية طبعا لم تعتقد في طرف رئيس هادي، فسبب ما تراه في الرياض أو ما تراه من عجز لإدارته في العدم، فهي الآن تبحث عن بدائل والحوثيين هم يعني نعم. أستاذة ميساء، أستاذة ميساء في هذه النقطة إذا تكرمتي حتى نقف عليها، من وجهة نظرك بأن الآن الحوثيين بالنسبة للمملكة العربية السعودية أكثر جدية لأي مفاوضات أو أي اتفاقيات أكثر من الحكومة الشرعية؟ الآن شوف القصة. أنا سمعت السؤال كامل، لكن اللي أقدر أقوله إن الحوثي حتى الآن هو الطرف المسيطر في على منطقة حدودها في جنوب أراضيها. نعم. فبالتالي هي لم تستطع أنها تكسر شوكة الحوثيين في جنوبها، جنوبها ما هو شمال اليمن. نعم. لم تستطع كسر شوكتهم. وهي لم تعد تثق بالحكومة الشرعية،
ولم تعتذر بقدرات ترامب انها تكون حليف جيد سواء بالحرب او بالسلم. نعم. وفي النهايه الدول تتعامل مع الامر الواقع. نعم. مع الطرف القادر على التعامل مع الحدث. نعم الدكتور نبيل كان له نعم استاذه ميساء الدكتور نعم مع الامر الواقع. نعم استاذه ميساء الدكتور نبيل كان له وجهه نظر اخرى بان الميليشيا وصلت الى طريق مسدود وانها يعني في الأخير لم تستطع أن تحقق شيء ولم تتعدى الحدود السعودية ولم تحقق أي نجاح، ما اضطرت أن تقدم التنازلات والتنازلات الكبيرة للمملكة العربية السعودية من يعني في وإيقاف كل العمليات في الحدود والبحث عن أي اتفاقية تضمن وجودها، أي اتفاقية تتفرغ من خلالها الميليشيا يعني حربها الداخلية بعيدا عن المملكة. ما مدى يعني توافقك مع هذا الطرح؟ أكيد أنهم نعم. هذا السؤال موجه لي. نعم لكِ نهي نعم. هذا أكيد الحوثيين هم بيقدموا تنازلات السعودية في النهاية هم جدا الضربات الجوية وقد لما أوجعتهم مخازن الأسلحة استهدفت وهذا بيضعفهم أحيانا داخليا. نعم. هم الذين يهمهم الحوثي مسيطرة الداخلية لا يهمهم ليس هم أعداء السعودية أصلا. وفي النهاية الذين هم مسيطرة الداخلية فبالتالي تحييد السعودية من هذه المعركة الداخلية. كيف يمكن أن نفهم أستاذة ميساء أنهم ليسوا أعداء صريح يعني ليسوا أعداء للسعودية وكما تعلمين الميليشيا هي الذراع اليمني الموجود بالنسبة لإيران وهو وإيران والغريم التقليدي للمملكة العربية السعودية. في تأثير إيراني لكن نشوف تصريحات محمد عبد السلام بخصوص أن إيران رفضت تضع وديعة في البنك. يبدو أن إيران لم تدعمهم ماديا بشكل جيد جدا وإيران تستخدمهم كورقة احتياطية أكثر من هي أساسية ليسوا حليف أساسي مثل نظام بشار الأسد أو حزب الله هم حليف إضافي يعني حليف لو استطاعوا الاستفادة منها كان بها نعم. لكن لو لم يستطيعوا الاستفادة منها ليست مشكلة في اليمن الأحسن لا تمثلهم مصلحة حيوية مثل سوريا ولبنان نعم. أو العراق هي بس مجرد حليف يزعجهم واعتقد هو ايضا في نقطه اعتقد ان الطرفين سيمشوا في مسارين بمعنى نعم. تتظل العلاقات جيده بشكل ما لكن هذا لم يعني ان الحوثيين سيبتعدوا كليا عن ايران ممكن يبتعدوا كليا نعم ولكن الطرف الاقوى في المعادله نعم استاذه ميساء نعم لكن الطرف الاقوى نعم اتصور انهم سيظلوا يدعموا بعض المعارضين للحوثي لكنهم لن يدخلوا في مواجهه عسكريه مباشره مع الحوثي نعم لكن الطرف الاقوى في هذه المعادله هي المملكه العربيه السعوديه كما يعني يتكلم الكثير والميليشيا بدات تنصاع لهذا الطرف الاقوى من اي زاويه يعني من كل الزوايا من كل الزوايا نعم من كل الزوايا استاذه ميساء يعني الحوثي هو الان الاكثر قوه داخل هذا اللي يهمه لا يهم من عناصر القوة من وجهة نظرك أستاذة ميساء نعم السعودية نعم عناصر القوة التي تمتلكها من وجهة نظرك الميليشيا وتهدد أمن المملكة العربية السعودية بعد حرب بعد يعني عام من الحرب الميليشيا غير حسابات الدولة الميليشيا لا تمتلك شيء تختار نعم لا تمتلك شيء تختار الميليشيا كل أي شيء تكسبه شيء ممتاز بل لو خسرت شيء فهي لم تخسر شيء عمليا لكن الدولة مختلفة من حساباتها نعم. في النهاية السعودية يهمها بشكل أساسي تأمين حدودها وهذا اتفقت فيه مع الحوثي لكن الحوثي ظل حذر على خاطرتها الجنوبية بحكم علاقاتها وارتباطاتها بإيران وهي لن تكون علاقة تجارب تصل إلى التحالف لكنها علاقة اتفاق تجارب موجودة نعم شكرا جزيلا لك يا الأستاذة ميساء شجاع الدين الباحثة والكاتبة السياسية كنت معنا من القاهرة عودة إلى الدكتور نبيل الشريبي دكتور نبيل هل تتفق مع ما طرحته الأستاذة ميساء بأن التفاهمات بين السعودية والحوثيين يعني تمشي في مسار أكثر جدية من سابق وأن يعني لم يعد هناك أي تخوف بأن يحدث يعني حرب سواء على الحدود السعودية أو أن يكون الميليشيا في صدارة حرب مع المملكة العربية السعودية دكتور نبيل إذن يبدو أن فقدنا الاتصال بالدكتور نبيل الشريجبي أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة إلى أن يجهز الاتصالات بالتأكيد كان لتصريحات الجبير الأخيرة أثارت لغط كبير في الشارع اليمني بين من يعتقد بأن المملكة رفعت يدها عن
عن محاربة ميليشيا الحوثي، ولكن في المقابل البعض الآخر يرى بأن المملكة نظرا للضغوطات الدولية التي يمارسها المجتمع الدولي في عليهم للأزمة اليمنية. أيضا جاءت تصريحات المتحدث باسم التحالف أحمد عسيري التي كانت خلال هذا الأسبوع، والتي تحدث فيها بأن مشاورة الكويت هي الفرصة الأخيرة أمام ميليشيا الحوثي. إذا لم تخرج هذه المشاورات وهذه التفاهمات لإنهاء الأزمة وعودة الحل السياسي، فإن الخيار أمام التحالف العربي هو الحل العسكري ودخول العاصمة صنعاء وعودة الشرعية بالحسم العسكري. إذن مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن لفاصل قصير، بعد الفاصل نكمل حلقتنا من زوايا الحدث عن تصريحات الجبير الأخيرة فيما يخص الأزمة اليمنية، ولكن بعد فاصل قصير. تكرموا بالبقاء معنا. والجمهورية هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها من كل شعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، وأعود إلى الدكتور نبيل الشريبي. دكتور نبيل، كنا يعني قبل الفاصل كنت قد سألتك فيما يخص وجهة نظر الأستاذة ميساء شجاع الدين بأن التفاهمات الآن بين الحوثيين وبين المملكة العربية السعودية يبدو أنها تفاهمات حققت تقدما كبيرا، وأن الميليشيا لا يمكن أن تكون في قادم الأيام في معركة مباشرة مع المملكة العربية السعودية. هل تتفق مع هذا الطرح؟ إلى حد كبير جدا. هذا لا يعني أن الحوثيين هم من فرضوا هذه المعادلة، ولكن المملكة العربية السعودية هي من ستفرض هذه المعادلة. المملكة العربية السعودية تريد في قادم الأيام أن يصل الوضع في اليمن مع كل الأطراف إلى حالة توازن الضعف، وهذا الأمر قد يضمن تحقيق الكثير والعديد من السياسات سواء الداخلية أو الخارجية. على المستوى الداخلي لا يمكن أن تحدث اضطرابات كبيرة مثل الانفصال أو انسلاخ مدن معينة وتذهب بعيدا، أو حصول انشقاقات كبيرة في الداخل اليمني بسبب هذا الضعف، ولن يتمكن طرف من فرض رؤيته على الطرف الآخر. أيضا بالنسبة لاتخاذ قرارات السياسة الخارجية ومسألة الحرب والسلم أيضا مع الأطراف الخارجية، لن يتمكن طرف لوحده من فرض هذه المعادلة، ومن ثم سياسة الضعف هي تحقق الأمر من ربما شبه الكامل لسياسة المملكة ولدور المملكة المستقبلي داخل اليمن. نعم، ربما دكتور نبيل البعض يقول بأن تصريحات الجبير بسبب الضغوطات الدولية، وأنها عبارة عن إتاحة الفرصة للميليشيا إلى نهاية الطريق من أجل العودة إلى الحل السياسي. أيضا في المقابل كما تعلم تصريح المتحدث باسم التحالف العميد أحمد عسيري عندما قال قبل 3 أيام تقريبا على يعني في مقابلة لإحدى القنوات بأن أمام الميليشيا الفرصة الأخيرة في مشاورة الكويت، إذا فشلت فسيكون الحل عسكري وستدخل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم التحالف إلى العاصمة صنعاء. سيدي، أنا ربما أشرت إلى قريب من الطرح الذي تطرحه عندما قلت لك أن المملكة لا يمكن أن تسرد أو أن تغرد خارج السرد. هناك اتصالات بين الحوثيين وكل الأطراف الدولية الفاعلة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وربما اتصالات متقدمة. ولا أخفيك قولا إذا قلت لك أنه ربما في قادم الأيام قد تتقدم المملكة العربية الولايات المتحدة الأمريكية برؤية لحل الوضع اليمني، وقد يقبل بها الحوثيين كأول طرف لمثل هذه المبادرات، ومن ثم المملكة تدرك أن هذه العلاقات أو هذا الرضا أو هذا القبول بالحوثيين كمؤحد المكونات السياسية اليمنية لم يعد خافيا ولم يعد يتحدث فيها الآخرين بهمس، ولكن صار
تسمع بصوت واضح جدا، ولذلك نعم. المملكة هي لا يمكن أن تغرد خارج السرب، ومن ثم هي تضع مثل هذا الأمر أمر آخر. إذا كان مثل هذه التصريحات قد تسهل وتساعد أو تقرب في الحال، فأنا في اعتقادي المملكة العربية السعودية لن تألو جهدا في الذهاب في مثل هذه التصريحات من أجل أن تحصل على ما هو أهم نعم. وأكبر. نعم، تكرر البقاء معي دكتور نبيل. أيضا نشرك معنا الباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ نبيل مساء الخير. مساء النور لك ولضيفك الكرام والسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ نبيل. يعني التصريحات الأخيرة للجبير، هل تعني من وجهة يعني الكثير يتحدث بأن تدخل السعودي مثلا في اليمن انتهى، صارت السعودية تبحث عن حل سياسي يخرجها من تورطها، ما رأيك؟ أولا للمسارات الدبلوماسية في إطار الطرح الموجود قولها وكلمتها، نحن أمام حديث لوزير خارجية وهو قمة الدبلوماسية، و أو لم يكن كبير الدبلوماسيين السعوديين الآن والممسك بهذا الملف، وبالتالي مثل نعم. هذه التصريحات ليس لها ارتدادات كبيرة على الأرض، لا زالت المعركة مفتوحة، لا زالت الحرب مفتوحة على كل الاتجاهات. هناك قد يكون اختراقات ما لدبلوماسية ما في هذا الملف مثل ما حصل في التفاهمات التي حصلت في ظهران الجنوب، لكن نعم. حتى الآن لم يكن هناك أي نتائج لمثل هذه التفاهمات سوى الوقف الجزئي للاقتتال على الحدود نعم. مع المملكة العربية السعودية. أما فيما يتعلق بمسار الحرب، لا زالت هناك الطائرات تحلق وإن لم تكن بنفس الكثافة السابقة نعم. لا زالت المعارك موجودة على أكثر من جهة، لا زالت المملكة تعتمد وتعترف كليا بالشرعية، ولا زالت كل جهودها تصب نعم. في هذا الاتجاه لإسقاط الانقلاب وسعادة الشرعية نعم. أيضا في المقابل أستاذ نبيل نعم، أيضا في المقابل كما تعلم يعني فترة وجيزة يعني خلال الأسبوع أو الأسبوع الماضي تم إطلاق صاروخين على أراضي المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيا. هذه يعني الرسالة التي تريد الميليشيا من خلالها ما هي من وجهة نظري؟ لا شك أنه مثل هذا التصرف هو ينبئ على أنه لا زال هناك أمد بعيد للوصول إلى مرحلة تفاهم كبير واعتراف كبير أيضا بالطرفين، واعتراف المملكة بميليشيا الحوثي كسلطة أمر واقع، وبالتالي هم يعودون ومتعودون على استخدام لغة السلاح ولغة التهديد للحصول على مزيد من المكاسب، وهذا عكس ما يمكن أن يفكر به أي دبلوماسي في العالم أو أي جماعة تمتلك معايير سياسية واضحة ومعقولة نعم. وموضوعية أيضا فيما يتعلق بالبحث عن شراكة للأمن والاستقرار في المنطقة نعم. طبعا عن ذلك هي عقلية الميليشيات والجماعات التي لا تتمتع بعقلية رجل الدولة والنظام والقانون والدبلوماسية، وبالتالي اعتادوا على استخدام السلاح في كل ما يمكن ان يفكروا ان يحقق لهم نوع من الاعتراف. اذا كيف يمكن للمملكة العربية السعودية وللمجتمع الدولي ان يثق باي اتفاقيات مع الميليشيا اذا هي كما ذكرت وتحدثت عنها أستاذ نبيل؟ اولا لنكون واضحين، وفيما يتعلق بالحديث عن هذه الميليشيات اليوم لم تعد هذه الميليشيات تمتلك قرارها وهي بمعزول أو بمعزل عن النفوذ والهيمنة والتوجيه الإيراني، وبالتالي ليس سيكون من الحماقة بمكان لأي طرف كان سواء للأخوة في المملكة والخليج أو للشرعية أن تبني ثقتها في أو تتخيل أن يكون هناك أي تفاهمات بمجرد اتفاق مع هذه الميليشيات. هذه الميليشيات ليست لا تمتلك قرارها، وإنما مصدر القرار الوحيد هو طهران اليوم، وبالتالي سيكون هناك نوع من الانتحار السياسي الكبير في حال نعم. ما تم نعم. الاعتماد مبكرا نعم استاذ نبيل نعم استاذ نبيل استاذ نبيل لضيق الوقت، تاثير هذا التغيير في مملكه في موقف المملكه العربيه السعوديه على الازمه اليمنيه في الوقت الراهن، ما مدى تاثيره على الداخل سواء للمقاومه الشعبيه سواء للجيش الوطني الذي الان يخوض معركه ضد الميليشيا؟ من المبكر جدا الحديث على ان هناك تاثير ما للسياسه السعوديه ولا توجه المملكة العربية السعودية في باتجاه هذه الميليشيات. لا زالت المعركة مفتوحة، ولا زال هناك ويجب أن نقولها اليوم، لم تعد معركة اليمن هي معركة اليمنيين بامتياز، بل أصبحت معركة نعم. كل العرب، وما سيتقرر في اليمن سيتقرر على كل الدول العربية، ونتذكر يوم سقوط بغداد فدمشق فبيروت فصنعاء نعم. كلها كان الهدف هو الذهاب إلى الخليج وإلى إمارات النفط و والمقدسات في الخليج. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الباحث السياسي نبيل البكيري. عودة أخيرة إلى الدكتور نبيل الشريجبي. دكتور نبيل سؤال أخير، يعني السعودية خاضت حربها في اليمن كما تعلم
لأسباب، أحدها دعم الشرعية، الآخر الحفاظ على أمنها القومي. يعني إذن ما الذي حققته المملكة العربية السعودية في مواجهة التغلغل الإيراني؟ نعم، ربما هناك تغير بسيط جدا. اليوم ربما بعد توقيع إيران لاتفاقية السلم النووي التزمت بسلوك الدولة وتركت سلوك الميليشيات ليقوم به حزب الله، لذلك نرى كل تصريحات حزب الله في سبيل تحريض هذه الجماعة على عدم الوصول لأي سلام مع اليمن، ومن ثم الحوثيين يلتزمون بهذه التصريحات التي تطلق من حزب الله. الأمر الآخر بالنسبة لماذا فعل العربية السعودية، هي وصلت إلى قناعة كبيرة جدا أن ربما الأمر قد شكل خطورة بشكل واضح جدا، ولذلك بدأت الضربات بوقت مبكر جدا دون أن تكون حتى لها أي تواجد على مستوى الأرض، خوفا من انتشار الوضع وأسوأ مما كان عليه اليوم. لكن السعودية اليوم باتت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن ترك اليمن وصرف النظر عن اليمن، أن إيران ستأتي في اليوم الثاني أو اليوم التالي مباشرة لتسد مثل هذا الفراغ، ولذلك المملكة العربية السعودية ستكون حريصة على البقاء وعلى ملء هذا الفراغ حتى لا تأتي قوة معادية لها وتعيد خلط الأوراق بشكل يؤثر على الأمن القومي العربي بشكل عام. يعني لا يمكن أن تترك اليمنيين في منتصف الطريق دكتور، نختم بهذه الكلمة؟ نعم أستطيع أن أؤكد ذلك وبصراحة شديدة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ الإدارة الأزمات بجامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي، كنت معنا عبر الهاتف. الشكر أيضا للباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري، كان معنا عبر الهاتف من إسطنبول. والشكر أيضا للباحثة والكاتبة السياسية ميساء شجاع الدين، كانت معنا عبر الهاتف من القاهرة. الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.